طاب توقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. بعد مقتل زوجته وابنته وحجز أمواله، مصير مجهول ينتظر طبيبا يمنيا عمل في العراق 18 عاما. محافظ عدن المفلحي يعتذر لعمال النظافة: اعذرونا عن كل تصرف أخل بعملكم أو سبب لكم المتاعب. أكبر المشافي الحكومية في تعز يعلن توقفه عن العمل. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: تذاكر سفر مجانية مدى الحياة لطفل ولد على متن طائرة هندية. أهلا بكم، والبداية من التقرير الخاص الذي أورده موقع الموقع بوست بعنوان: الهجرة من اليمن، قصص مؤلمة وفصل جديد من معاناة اليمنيين حول العالم. ويتحدث التقرير عن مجموعة من أبناء مدينة عدن قرروا الهجرة إلى الخارج وواجهتهم الصعوبات، وقال إن المجموعة وضعوا خطة لمغادرة عدن عن طريق البحر إلى جيبوتي، ومنها إلى ليبيا، ثم إلى سواحل اليونان أو إيطاليا. ويفيد التقرير: كان عدد المجموعة 5 شبان، لكن 2 منهم تراجعا قبل مغادرة عدن، بينما شد البقية الرحال نحو المغادرة. يقول مصدر مقرب من أسرة أحد أفراد المجموعة أنه عقب الوصول إلى ليبيا وقع الفريق من الشباب اللاجئين في يد مجموعة ليبية مسلحة، وتم احتجازهم هناك، وتم السماح لهم بإجراء اتصال هاتفي بعائلاتهم في عدن وإبلاغهم أنهم في ليبيا، ومنذ أشهر لم يعرف مصيرهم حتى الآن. طبيب يمني يعمل في مدينة الموصل بالعراق منذ 18 عاما، قتلت زوجته وابنته وتم حجز أمواله، وفقا لموقع عدن تايم، والذي قال: مصير مجهول في العراق ينتظر الطبيب بعد أن قتلت زوجته وابنته وتحفظت السلطات العراقية على أمواله. ويتابع الموقع: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري، وذلك لمعرفة مصير المواطن اليمني الدكتور عبد صالح الفرزعي والموجود لدى قوات الشرعية الاتحادية. ويضيف الموقع: وعد وزير خارجية العراق بمتابعة القضية وإبلاغ السلطات اليمنية بالمستجدات. ويسألونك عن الحديدة، تحت هذا العنوان كتبت الأستاذ المساعد في كلية إعلام جامعة صنعاء بلقيس محمد علوان مقالها المنشور في العربي، وتتحدث الكاتبة عن مأساة تعيشها محافظة الحديدة الساحلية. يقعك الفقر والعوز حيثما يممت وجهك فيها لا وسط أبدا، سواد أعظم ممن طحنهم الفقر بإمعان، وقلة لم تطلهم الأزمة. في المنظور الاقتصادي والعلمي تملك الحديدة كل مقومات النمو الاقتصادي والحضاري، شأنها شأن الموانئ العالمية، لكن ثمة أيد خفية أمس واليوم تحرص على أن تظل الحديدة فيدا للغادي والرائح. ملفات الأراضي والميناء واستغلال الوظيفة العامة، وملف الكهرباء والمياه، وملف الإغاثات الإنسانية، كلها ملفات طافحة بالفساد، ولنقل إنه فساد من لا يخشى المساءلة، بل من هو في مأمن عنها. التقارير الدولية والمحلية تقول إن الحديدة دخلت فعلا مرحلة المجاعة الشرعية، تعلنها منطقة منكوبة، في حين يحذر الحوثيون من أن السيطرة على الميناء ستجعل المجاعة تعم المحافظات الشمالية. سيقول البعض: هذا حال أغلب المدن اليمنية شمالا وجنوبا، لكن سأقول: الحديدة تفوق كل ذلك، ودعونا نقترب أكثر من تفاصيل تجلي لنا الأمر مهما كان حجم الوجع، قبل أن نعرج على خلفيات ما أوصل الحديدة لما هي عليه الآن. ما الذي يمكن أن تكونه كمواطن يعيش في الحديدة؟ صيادا، موظفا حكوميا حتى درجة وظيفية معينة، عاملا في مصنع، موظفا في القطاع الخاص بأجر لا يتجاوز 30,000 في أحسن الظروف، لا تحلم بأكثر من ذلك. ثمة سقف من الصعب تجاوزه للسواد الأعظم من الناس في الحديدة، والفرص محدودة جدا. هل تعلم أن الأسرة في الحديدة يمكن أن تعيش يومها
ولا يتعدى ما تنفقه على طعامها 500 ريال، أي أقل من دولارين. ترسل الأم طفلها للبقالة ليشتري زيتاً بعشرين ريالاً، علماً أن أقل عبوة زيت يتجاوز سعرها 450 ريالاً، ومن المعتاد أن يقوم البقال بتقسيمها في أكياس حرارية صغيرة ليبيعها مجزأة. قليلون في الحديدة يستطيعون شراء أصغر عبوة زيت كاملة. أهم حدث شهدته عدن أمس ورد في موقع عدن الغد، والذي عنوان: محافظ عدن يرعى إفطارا رمضانيا لعمال النظافة. وقال الموقع أن محافظ عدن عبد العزيز المفلحي أقام لقاء رمضانيا وإفطارا لعمال الصرف الصحي والنظافة بحضور 300 عامل، وذلك في قاعة أحد فنادق المدينة. وقال المحافظ مشيدا بدور العمال إنهم أصحاب الأيادي التي تجعل من وجه المدينة نظيفا ومثاليا كما نحب أن نراها، وأن دورهم لا يقل بطولة عن دور الجندي الذي يحمي ويقاتل. وقال المحافظ مخاطبا عمال النظافة والصرف الصحي: أنقل لكم اعتذارنا واعتذاري كل سكان المحافظة عن كل تصرف أخل بنظافة المدينة، وتسببنا لكم فيه بمزيد من التعب وحملناكم عبئا فوق أعبائكم. موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني يعنون في صفحته الرئيسية: الجيش في الجوف يضبط كميات من الأسلحة والذخائر التابعة للميليشيا. وقال الموقع أن قوات الجيش الوطني في مديرية خب الشعب بمحافظة الجوف ضبطت كميات من الذخائر والأسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية. ونقل مراسل سبتمبر نت في الجوف عن مصادر ميدانية قولها أن قوات الجيش الوطني ضبطت طقما عسكريا وسيارة يحملان كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر كتعزيزات لعناصر الميليشيا الانقلابية في جبهة خب الشعف. وأكد المصدر أن الميليشيا الانقلابية كانت تحاول إمداد عناصرها في الخطوط الأمامية في جبهة صبرين، وصادرت قوات الجيش الطقم والسيارة التي كانت ترافقه، وأسرت كافة من كان على متنها من العناصر الانقلابية. البحث الخائب عن فرضية أرض الميعاد. تحت هذا العنوان كتب الفلسطيني محمود العلي مقاله المنشور في العربي الجديد، موضحا أن آثار الديانة اليهودية في اليمن مهددة أكثر من أي وقت مضى. وقال الكاتب مستندا إلى أحد الباحثين: لحق الباحث فرج الله صالح ديب أصل المفردات الواردة في التوراة، وأجرى مقارنة اشتقاقية لأصولها اللغوية التي تمتد إلى أماكن وقبائل وجدت في اليمن وليس في فلسطين المحتلة. اليمن الذي يعيش اليوم صراعا أهليا واسع النطاق، وأحد مظاهره استهداف الحوثيين اليهود بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بدءا من محافظة صعدة عبر شعارهم الشهير: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. مع أن موقف أقلية اليهود في اليمن من الاحتلال الصهيوني يتعاطف مع فلسطين ويؤمن بعضهم ببطلان قيام إسرائيل، وكان عدد اليهود المتبقين في اليمن لا يتجاوز 400 شخص يقيمون في منطقتي ريدة في محافظة عمران وبعض قرى محافظة صعدة، غير أن الحوثيين أقدموا على ترحيل يهود آل سالم من صعدة إلى صنعاء عام 2007. وفي عام 2014 تلقى يهود مديرية ريدة في عمران تحذيرات بمغادرة المنطقة قبل اجتياح الحوثيين لها، لأنهم سيتعرضون لما تعرض له اليهود في محافظة صعدة. وقد نتج عن ذلك فرار أكثريتهم نحو الكيان الصهيوني، فيما بقي عدد قليل جدا في مجمع يخضع لحراسة مشددة في صنعاء. وبالتالي فإن سيطرة الحوثيين على صنعاء وقبلها على صعدة، إضافة إلى سيطرة القاعدة على مناطق يمنية فيها آثار يهودية والدمار الناجم عن تفاقم الحرب الأهلية في اليمن وسياسة القاعدة التي تسعى على الدوام إلى محو الأماكن الأثرية التاريخية، سينجم عن هذا كله فقدان مقوم حيوي من المقومات التي تثبت وجود اليهود التاريخي في اليمن، كما أن دمار بنيتها الإنسانية والجغرافية سيعرقل عملية البحث العلمية الهادفة إلى تبيان الأصول الحقيقية للتوراة، خصوصاً مع فرار اليهود من وطنهم اليمن وتوجههم إلى الإقامة في فلسطين التي لم يتم العثور على إثبات علمي تاريخي
بأنها أرض الميعاد الحقيقية. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صفحته الرئيسية: أكبر المشافي الحكومية في تعز يعلن توقفه عن العمل بسبب انعدام الإمكانيات. وقال الموقع أن أكبر المشافي الحكومية في مدينة تعز أعلن توقفه عن تقديم الخدمات الطبية بسبب افتقاره لأبسط الإمكانيات التشغيلية، وحملت إدارته محافظ المدينة ووزير الصحة المسؤولية عن الوضع الذي آل إليه المستشفى. وفي بيان صادر عن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة في تعز، أعلن توقف المستشفى عن تقديم خدماته الطبية في جميع الأقسام عدا قسم الإسعاف المدعوم من قبل منظمة أطباء بلا حدود، وذلك بسبب افتقار المستشفى لأبسط الإمكانيات التشغيلية بحدودها الدنيا رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها. وقدم المجلس اعتذاره عن اضطراره للخروج بإعلان إغلاق المستشفى، ودعا كل المنظمات الحقوقية والإنسانية وقادة الرأي إلى التفاعل مع قضية المستشفى باعتبارها ذات صلة وثيقة بالبعد الإنساني. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد أوردت خبر توقف الخطوط الجوية اليمنية عن العمل بسبب أعمال الصيانة. وقالت مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية اليمنية كشف عن توقف الرحلات من وإلى اليمن ابتداء من 27 من يونيو الحالي ولمدة أسبوعين، وربما تصل الفترة إلى شهر نظرا لحاجة الطائرات إلى الصيانة. وقد تسبب خلل في أحد المحركات مطلع يونيو الحالي في حدوث هبوط اضطراري لطائرة إيرباص تابعة للخطوط اليمنية على متنها 180 مسافرا وعودتها إلى مطار عدن بعد حوالي ساعة من إخلاعها. وخرجت ثلاث طائرات يمنية من الخدمة دفعة واحدة بسبب حاجتها للصيانة، فقد توقفت طائرة من طراز إيرباص 310 وهي ما زالت في كراتشي في باكستان منذ 5 أشهر وتحتاج إلى تغيير محركها. أما الطائرة الثانية من نوع إيرباص 320 معطلة في مطار أبوظبي منذ 3 أشهر، والثالثة طائرة إيرباص 310 معطلة في مطار عدن. الخطوط الجوية اليمنية شركة مساهمة تأسست عام 1978 كطيران الرسمي بالشراكة مع السعودية التي تمتلك 49% من رأس مال الشركة، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51%. وللمرة الثانية الاتحاد الأوروبي، وكما جاء في صحيفة الخليج، يجدد دعوته إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة في اليمن إلى إيجاد حل سياسي يضع حدا لتردي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين هناك. وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من جميع الأطراف المعنية بأزمة اليمن أن تعاود السعي إلى عقد مفاوضات بناءة تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي سلمي ينهي الأزمة الإنسانية غير المسبوقة. والاتحاد الأوروبي أعرب عن قلق متزايد من الوضع الإنساني في اليمن جراء انتشار المجاعة وتفشي الكوليرا. الألغام سلاح طهران لإبادة الشعب العربي الأحوازي. تحت هذا العنوان كتب الناشط الحقوقي المتهم بقضايا إيران كريم عبيدان بن سعيد مقاله المشهور في الشرق الأوسط، وقال في جزء من مقاله: يعتمد النظام الإيراني أساليب مختلفة وملتوية للقضاء على هوية الشعب العربي الأحوازي ووجوده وباقي شعوبه غير الفارسية في إيران دون أي مراعاة للقوانين الدولية وحتى القيم الأخلاقية والإنسانية. إن عدم تطهير الأراضي المزروعة بالألغام المتبقية منذ الحرب العراقية الإيرانية هو أحد تلك الأساليب الخبيثة التي بات واضحاً أن إيران تستخدمها ضد أبناء هذا الشعب ضمن خطة أوسع تهدف لإبادتهم بشكل نهائي بعد أن احتلت أرضهم عام 1925. ففي الشهر الماضي جاء في الأنباء أن صبياً أحوازياً يبلغ من العمر 13 عاماً توفي إثر انفجار لغم أرضي في إقليم الأحواز، وهذا الصبي يعد واحداً من آلاف الضحايا الذين قتلتهم أو شوهت أجسادهم مخلفات الحرب وحقول الألغام التي يقدر بأنها تضم ما بين 20 مليون إلى 30 مليون لغم.
تقع جميعها على طول الشريط المحاذي للحدود مع العراق، والذي يمتد من داخل كردستان إيران حتى نهاية إقليم الأحواز. وتعد إيران ثاني أكبر بلد ملوث بألغام الحروب، وفقا لما ذكرته شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ورئيسة منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومديرة جمعية التعاون لإزالة الألغام. في واقع الأمر، النظام الإيراني يوظف كل ما خلفته الحرب من ويلات ودمار ضمن خطته الكبرى الرامية إلى إزالة الشعب العربي الأحوازي من أرض آبائه وأجداده، فيمارس شتى الأساليب لمحو وجوده ومعالمها في كل المجالات. فيطبق النظام مشاريع مختلفة في غاية الخبث ترنو إلى إبادة هذا الشعب واستئصاله من موطنه الأصلي، لينفرد النظام بخيراته وثرواته الكثيرة. عن المسلمين في بريطانيا ودورهم الفاعل في الحياة السياسية، كتبت شبكة البي بي سي: المسلمون في بريطانيا يشاركون في الحياة السياسية بنشاط ولهم حضور ملموس على مختلف المستويات، وقد وصل 15 نائبا مسلما إلى مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة. ومن أبرز من نجحوا في الانتخابات الأخيرة محافظ لندن العمالي صديق خان، الذي خاض الانتخابات للفوز بمنصب محافظ لندن ضد المرشح المحافظ زاك جولد سميث عام 2016، وهو أول مسلم يتولى منصب محافظ عاصمة غربية، كما كان أول مسلم يتولى حقيبة وزارية في حكومة الظل. وهناك 11 عضوا مسلما في مجلس اللوردات البريطاني، البعض منهم أعضاء في الأحزاب وآخرون مستقلون، وهم 5 نساء و6 رجال. وبحسب إحصاءات رابطة مسلمي بريطانيا، هناك 2.7 مليون مسلم في بريطانيا يمثلون نحو 4.8% من السكان، أغلبهم من أصول آسيوية وخاصة من باكستان وبنغلاديش، بينما لا يتجاوز عدد العرب في بريطانيا 178,000 شخص. وتتابع البي بي سي: يوجد 1200 مسجد في تشي 1200 مسجد في شتى أنحاء بريطانيا، أقدمها تم تأسيسه يعود لعام 1860 في كارديف عاصمة إقليم ويلز. من صحيفة القدس العربي الأخيرة عنوان بارز: تذاكر سفر مجانية مدى الحياة لطفل ولد على متن طائرة هندية. وتقول الصحيفة: منحت شركة طيران هندية تذاكر سفر مجانية مدى الحياة على رحلاتها لطفل حديث الولادة وضعته أمه في الجو خلال رحلة من السعودية إلى الهند. وكانت الطائرة التابعة لشركة جيت إيرويز الهندية متجهة إلى مدينة كوتشي عندما أعلنت حالة طوارئ طبية بعد أن فاجأت آلام المخاض الراكبة جوسي سيسمول. وتضيف الصحيفة تقرير تحول أو تقرر تحويل خط سير الطائرة لتهبط في مدينة مومباي، لكن سرعان ما أيقن أفراد الطاقم أنه يجب أن تضع سيسمول الطفلة في الجو، وبالفعل تطوعت ممرضة من الركاب للمساعدة. وعلقت شركة الطيران أن العملية تمت بنجاح على ارتفاع 35,000 قدم، ونقلت الأم والطفل إلى إحدى المستشفيات فور الهبوط في مومباي لتستكمل الطائرة وجهتها إلى كوتشي وتصل متأخرة عن موعدها 2:30. مشيرة إلى أن الطفل منح تذاكر مجانية مدى الحياة للسفر على طائرات جيت إيرويز، تذاكر سفر مجانية مدى الحياة لطفل ولد على متن طائرة هندية. في افتتاحية صحيفة القدس العربي ورد عنوان بارز: مناطحة أمريكا روسيا فوق الجغرافيا السورية. وذهبت افتتاحية القدس إلى محاولة فهم التدخلات الدولية في سوريا، وقالت الصحيفة: لم يكن ممكنا أبدا للأطفال السوريين من سكان مدينة درعا الجنوبية الذين تحمسوا نتيجة ما كان يجري عام 2011 في شوارع تونس ومصر وليبيا تخيل حجم الحدث الهائل الذي أطلقوه بأصابعهم الصغيرة وطباشيرهم، والذي أشعل ثورة عارمة هائلة
ولكنه من ناحية أخرى أطلق شياطين النظام المرعبة وجيش حلفائه الإقليميين لدفن الثورة الناشبة، واستدعى بالنتيجة ردود فعل أخرى من دول عربية وأجنبية وصولا إلى هذه الملحمة الهائلة التي تحول فيها السوريون من فاعلين راغبين بالتغيير إلى جزء من معادلة صراعات عالمية كبيرة. منذ ذلك الحين لم يكف الحراك السياسي والعسكري والاجتماعي، وتدخلت فيه قضايا الجغرافيا السياسية لروسيا والنفوذ الإقليمي لإيران مع محاولات الدول العربية للتأثير في المعادلات الجديدة. الروس الذين غرتهم التصريحات الإيجابية المتكررة لترامب ومسؤوليه حول النظام السوري سمحوا بقرار الرئيس السوري بقصف بلدة خان شيخون بالسلاح الكيميائي، وهو ما أثار فزع العالم وأعاد فجأة عقارب ساعة المقارنات بين تخاذل أوباما عن خطه الأحمر الشهير الذي حطمه الأسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه في آب أغسطس 2013، وسرعة ترامب الذي قرر قصف مطار الشعيرات الذي انطلقت منه طائرة السلاح الكيميائي السورية في 7 نيسان إبريل الماضي. الديناميكيات المتولدة عن الأوضاع الداخلية الأمريكية لترامب على أرضية شبهة تواطؤه مع الروس ونقطة العلام التي خلقها قرار قصف مطار الشعيرات، وبعدها التزام الإدارة السياسية الأمريكية باستراتيجيات المؤسسة العسكرية الأمنية في سوريا والعراق، جعلت ميزان العلاقات بين واشنطن وموسكو في صعود وهبوط، وحركت عجلات النزاع التي لا يمكن تجاوزها إلا على حساب إحدى الجهتين. رغم كل ما أحاطهم من الدمار، يحرص السكان في بلدات ومناطق عدة في سوريا على إقامة الإفطار الجماعي وسط منازلهم الذي دمرتها طائرات النظام. وقد نشر موقع هاف بوست عربي مجموعة من الصور، تعالوا لنتابعها. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.